هروح لكابتن ماهر. كابتن ماهر واحنا حتى بنلعب في قطاع الناشئين مثلا امام نادي الزمالك او ما احنا حتى في الدرجه الاولى ساعات المدربين بيقولوا لنا دي اسهل مباراه في الدوري. فلما بنقول الكلام ده للناس بتستغرب جدا يعني ايه اسهل مباراه في الدوري. انت شايف يعني شايف فعلا مباراه النادي الاهلي والزمالك من اسهل المباريات اللي ممكن النادي الاهلي يلعبها ما بين قوسين، ان طبعا دي كمان مباراه بطوله، ومعنى ايه يعني برضو نفهم الناس المعنى يعني ايه مباراه الاهلي والزمالك من اسهل المباريات اللي تلعبها. بص يعني احنا طبعا معانا الكابتن عادل طعمه ابو الاشبال، يعني هو قاهر الزمالك في جميع المراحل السنيه اللي ممكن تشوفها. صحيح حقيقي يعني، وبنتائج كمان يعني عاليه، سكور عالي 6-5 و4. وكابتن عادل طعمه كان ليه تجربه كمان مع الناشئين النادي الاهلي اللي هم لعبوا ضد نادي الزمالك مع كابتن جوهري، كان ولاده وقتها طارق خليل وطارق خليل السيد وكل المجموعه ديت ضيع عبد الصمد وكسبوا الزمالك 3-2، وكانت مباراه شهيره. صحيح. ضد نجوم نادي الزمالك. فعايز اقول لك ان احنا طول عمرنا متورثين في البيت الكبير او في النادي الاهلي من المراحل السنيه، واحنا طول عمرنا مدرسه الكوره، ان مباراه الاهلي والزمالك دي مباراه عيد بالنسبه لنا، مباراه ممتعه. صحيح. كل الانظار اللي موجوده وكل الاجواء متاحه انك انت تشوفي مباراه بين قطبي الكره المصريه، الفانيله الحمراء والفانيله البيضاء اللي بخطين، وتحس كده بشياكه وتحس ان يوم عيد. صحيح. فاحنا الحمد لله رب العالمين من زمان متورثين ان احنا المباراه ديت كل التعليمات اللي بتجينا من المدربين الفنيين في اللقاءات ديت، اولا الفير بلاي او اللعب النظيف، وبعدين تعليمات الحكام لازم تحترمها، تعليمات المدرب الفني من بره لازم تسمعها ولازم تنفذها، ما تاذيش حد، لعبك يبقى نظيف، ولعبك تلعب كورته وتلعب وتادي ادائك المميز، ومن خلال التعليمات دي هاني بيبقى سهل انك انت تكسب مباراه الزمالك. وعايز اقول لك كمان يمكن حتى كمان على مستوى الاداره، يعني احنا تورثنا كده من خلال مثلا الكابتن صالح سين الله يرحمه في لقاءات القمه، تلاقيه هو جاي في المعسكر وبيقول لك التعليمات دي، انا عايز تلعب لعبك وعايز الفير بلاي والفير بلاي ومجاب الحكم، ولازم تبقى منظم وما فيش احتقان، عشان الاحتقان ده ما يتنقلش للمدرج ويحصل اللي احنا بنشوفه، وما يتنقلش للبيت الاسره المصريه اللي بتتفرج على مفتقدين الكلام ده. بس ده خلاص ما بقاش فيه خلاص. لا بس انا عايز اقول لك ان في الاجتماع اللي جاي في المعسكر الكابتن محمود الخطيب بيقول الكلام ده. طبيعي بس احنا مفتقدين ده على الاجواء العامه، يعني حضرتك بتتكلم